هنبدأ حصتنا دلوقتي. الزون في جريد 6 مكون من 4 يونيتات، كل يونيت فيها مليانة جرامر، اوكي؟ هنبدأ نشرح مع بعض جزء جزء أو بارت بارت، تمام؟ بس أول حاجة لازم نعرفها يونيت 1 عندنا present simple. خلينا نعد الأزمنة سوا. present continuous. ده كل ده في يونيت 1 تقريبا، يعني نص أزمنة الإنجليش. فضلك يا مس نفتح الكتاب. اوكي، past simple، past continuous، present perfect simple، و present perfect continuous، كل ده في unit 1. يلا بينا. جاهزين؟ جاهزين. بصوا بقى هنعمل ايه. أول حاجة في الأزمنة المضارع البريزنت كلها، أوكي؟ أوكي. هنقسم البورد بتاعتنا لأربع أجزاء. تمام؟ تمام. أول حاجة عندنا وهي present simple أو المضارع البسيط. تاني حاجة present continuous أو المضارع المستمر. تالت حاجة present perfect أو المضارع التام. رابع حاجة present perfect continuous وهو المضارع التام المستمر. تمام. اول حاجه هنتكلم عن الاستخدامات بتاعه كل زمن فيهم، ودي اهم حاجه. بعد كده هنتكلم عن تكوين الزمن. اوكي، خلينا نشوف اول حاجه present simple. when can we use present simple tense when I talk about facts, habits or daily routine. يعني لما اكون بتكلم عن حقائق علمية، habits عادات، او daily routine يعني daily يعني كل يوم. برافو عليك. daily routine يعني روتين يومي بعمله كل يوم. تمام تمام يبقى اول حاجة when can I use present simple tense when I talk about natural facts، لما اكون بتكلم عن حقيقة علمية. when I talk about habits عن عادات متكررة. when I talk about daily routine بتكلم عن أنشطة يومية أو حاجات بكررها كل يوم. طيب يا ترى بقى السنتنس الجملة بتاعتي في ال present simple بتتكون من إيه؟ طيب هو إحنا عموما لما هنيجي نتكلم عن الأزمنة كلها إحنا بنستخدم أربع حاجات. الأولى simple، سوري، الحاجة الأولى ال positive sentence أو الجملة المثبتة. الحاجة التانية ال negative sentence أو الجملة المنفية. الحاجة التالتة ال question، والquestion ده ليه شكلين، يا إما yes or no question، يا إما question with WH question mark. أوكي؟ محدش يقول بعد ما أخلص هاخد التاني وأبعته على الجروب. أوكي؟ تمام. ركزوا معايا. تمام. تمام. الجملة هتبدأ بـ subject. قولوا لي بقى يعني إيه subject؟ subject يعني فاعل، يعني فاعل، فاعل. فاعل، برافو، فاعل. الفعل هيكون بعد الـ verb في الـ infinitive أو الـ verb plus S، CS، RES. ده إمتى يا تيتشر؟ لما أكون بتكلم عن إيه؟ لما يكون الـ subject I أو you أو we أو they، هيكون الـ verb فيه الـ infinitive. أما لو كان he أو she أو it هيكون الـ verb plus S، ES، RES. طب يا تيتشر أنا إمتى أستخدم S؟ S-R-E-S. على حسب نهاية الverb. على حسب نهاية الverb. يعني الverb بتاعي ده ends with what. If the verb ends with the letter C-H, S-H, O أو X أو S، أي حرف من الخمسة دول، في الحالة ديت أنا هستخدم الverb plus E-S. الverb بتاعي انتهى بالletter Y بحرف ال Y، بشرط يكون قبل ال Y حرف من الحروف الساكنة. ركز معايا هنا يا بطل. أما
أما قبل ال y حرف من الحروف الساكنة، في الحالة دي I will drop y، هنشيل ال y ونحط بدلها I E S. أما لو كان قبل ال y حرف من حروف ال vowel أو الحروف الشائية، في الحالة دي أنا هستخدم إيه؟ هضيف بس حرف ال S. تعالوا نشوف كده examples. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. As example, the verb go ends with a letter O. بتاعت حرف ال O. في الحالة دي أنا هستخدم ES. فهيكون مع هي وشي والـ at goes. الفيرب التاني زي wash بينتهي بـ H. والـ SH هضيف ES. washed. Assemble continuous perfect. ثلاثة أربعة present simple مضارع بسيط، present continuous مضارع مستمر، present perfect مضارع تام، present perfect continuous مضارع تام مستمر. ودول في أول يونت غير الباست، غير أول يونت كمان فيها الباست. هنبدأ الأول بالأزمنة المضارع وبعدين نقول الأزمنة الماضية، أوكي؟ لازم نعرف اليوسج أو الاستخدام كويس عشان هو ده اللي هيخلينا نميز ما بين زمن وزمن، مش بس احنا في الجملة او مش بس في اختك، لا انت بعدين تقدر تستخدم جملتك لما تيجي تعمل جملة. انت وانا بتكلم عن حاجة في الماضي هستخدم past simple، انت وانا بتكلم عن حاجة برضو في الماضي هستخدم present perfect. لازم نعرف الفرق ما بين الازمنة في الاستخدام، اهم حاجة. ما تتعاملوش ان انتوا هتذاكروا للامتحان ويخلص الامتحان نرمي اللي احنا خدناه. الانجليش ما بيخلص، بيفضل مستمر معانا طول الوقت، فلازم نفهمه مش نحفظه، اوكي؟ طيب لما الاقي الفيرب بتاعي ended with a letter y زي study، لازم ابص قبل ال y يا ترى في حرف ايه؟ يبقى انا هشيل ال y واضيف i e s studies. طيب فيرب تاني زي play، why وقبل الواي حرف متحرك، هنا مش هقدر اشيل الواي، هخلي الباب زي ما هو واضيف الاس. تمام يا شباب؟ تمام. ها الحته دي تمام ولا في اي كويشن فيها؟ تمام. تمام 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 علي هاجر. تمام. طيب احنا بقى دلوقتي بنتكلم عن ايه تيتشر؟ بنتكلم عن جمله بدات بالسبجكت. As example he washes. She watches TV. ولكن لو كان السبجكت I, you, we, they أي اسم جامع، فأنا مش هحط ولا S ولا ES، وبرضه هيجي في الانفينيتيف فورم، يعني ممكن أقول I watch TV. تمام؟ تمام. تعالوا نشوف كده الاكزامبلز مرة بال I ومرة بال he مثلا. هقول I go to school every day. لكن لو السبجكت كان هي فكنت هقول هي جوز. بيتكون من ايه؟ والكلمات الداله اي جوز تو سكول. برافو. اي جوز ولا هي جوز؟ اي جوز ولا هي جوز؟ هي جوز. مثلا مثلا زي ايه؟ مثلا زي ايه؟ مثلا نيجاتيف سنتنس او الجمله في النفي. جمله زي دي انا عايز احط لها نوت، هينفع احط النوت لوحدها؟ هاجر هينفع احط النوت لوحدها؟ لا هشبك فيها ايه؟ هاجر نعم اشبك فيها ايه؟ تشبك في مين النوت؟ don't or doesn't. برافو don't or doesn't excellent. what's your name؟ اسمك ايه؟ محمد. اهلا يا محمد. what يبقى انا لما اجي اتكلم عن الverb في البريزنت سمبل في المضارع البسيط وانا عايز اشبك فيه النوت، فانا هستخدم مين؟ ها؟ هستخدم دونت او ايه؟ دونت. برافو اكسلنت. دونت او دازنت. دونت او دازنت. يبقى النيجاتيف سنتنس بتاعتي او الجمله في الباست بتاعتي، الجمله سوري في النيجاتيف هتبدا بالايه؟ سبجكت. ها؟ سبجكت. محمد سامعني؟ سبجكت. بعد السبجكت دونت او ايه؟ دونت او
مس انت قفلت المايك. بعد don't و doesn't يجي الباب فين؟ في الانفينيتيف. في الايه؟ الانفينيتيف. يجي الباب فين؟ الانفينيتيف. الانفينيتيف. طيب ليه؟ طالما doesn't موجوده فما ينفعش الفعل بعدها يجي بلاس اس. الايه؟ الاس خالص. صعبه؟ لا. يعني يا تيتشر كل ما تعيديها قول ايه؟ في Go to the club. What's your name? محمد. Okay, محمد. يبقى أنا هبدأ بدو أو بإيه؟ أو بدز. أو بدز. وبعد الدو دز؟ Subject. وبعد السبجكت؟ Infinitive. أنا عارف إن طالما عندي دز يبقى عندي فيرب فين. يبقى طالما عندي الدو والداز هبدا بالباب فين؟ في ال في المصدر من غير اي ايه؟ اديشن او بدون اي اضافات. طيب مين بقى مركز ومصحصح ويقول لي what's the keyword of the present simple؟ يا ترى ايه الكيورد of the present simple؟ جانا يلا يا جانا يلا يا جانا I will help you. يا جانا يا ترى ايه الكلمات اللي اول لما تشوفيها وانت مغمضة عينك هتختاري الفيرب في الانفينيتيف او بلاس اس؟ الفيرب في الانفينيتيف او بلاس اس؟ امتى؟ ايه الكلمات؟ لما يبقى في لما يبقى اخر الكلمة او او سي. لا ما بس امتى اختار الفيرب اللي فيه اس او الفيرب في الانفينيتيف؟ امتى اختاره؟ لما الاقي كلمه ايه؟ every usually لما often sometimes hardly ever whenever again every always sometimes hardly ever whenever often. دي اسمهم ايه الكلمات دي؟ اسمهم frequency adverbs أو ظروف التكرار، وهي كلمات تدل على الـ present simple. يعني إيه يا تيتشر المفاتيح بتاعت الـ present simple؟ ها؟ نكتب مفاتيحنا فوق. أول مفتاح عندنا. لا أنا أوريدي عملت الإنجليش. every؟ ها؟ أما أنا أوريدي عملت usually. أنا حافظة القصة. usually؟ Never or ever. Always. Sometimes. Often. Whenever or ever. Excellent. Ha, ikaman. Hardly never ever. Never or ever. Whenever or ever. Whenever. أكثر سؤال بيجيني في الاختبارات يقول لي إيه؟ يحط لي النيفر ويحط لي اختيارات. فأنا أول لما أشوف النيفر أقول ده النيفر دي بتساوي النوت والفيرب بعد الدازنت في الانفينيتيف. لا ما فيش الكلام ده. بعد النيفر الفيرب بيجي في الانفينيتيف او بلاس اس على حسب السبجكت. على حسب مين؟ سبجكت. يعني انا امتى بس بشيل الاس من الفيرب؟ لما اكون بستخدم كلمه ايه؟ لما اكون بستخدم كلمه دازنت. لما اكون بستخدم كلمه ايه؟ دازنت. لما اكون بستخدم كلمه ايه؟ دازنت. ممتاز. لحد هنا في حاجه صعبه؟ لا. تمام؟ لا. طب يلا اللي فاهم بقى يعمل لي نيز هاند. تمام. اولا زي ما اتفقنا من شويه انا قبل ما اتكلم ركزوا معايا
قبل ما اتكلم عن تكوينه اي زمن انا الاول بستخدم ايه؟ بتكلم عن ايه؟ بشوف الايه؟ الاستخدام بتاعه. وين كان اي يوز ات؟ انا امتى بستخدمه؟ طيب يا ترى بستخدم البريزنت سمبل البريزنت كونتينيوس دي امتى بقى؟ اول حاجه when I talk about an action which is continuing when I am talking, يعني بتكلم عن action يحدث الان now. يعني اقول ايه؟ I am studying English now, I am speaking now, I'm playing football now. ده معناه ان انا بلعب فوتبول دلوقتي. اوكي طيب يعني الجملة بتبدأ بايه يا تيتشر؟ بالسبجكت am او is او are وبعدها الفيرب بلس ing. لا تعالى انا هعلمك حاجه بقى تفضل معاك السنين الجايه كلها. اي زمن في كلمه continuing او مستمر ففي حاجتين ما تكتبوش بعد ما نخلص خدوا سكرين او انا هبعت لكم على الجروب. تمام ركزوا بس معايا. اي زمن مستمر في كلمه continuing يبقى عندي حاجتين. الحاجه الاولى هي verb to be والحاجه الثانيه هي الفيرب بلس انرجي. كل الازمنه المستمره تمام. نيجي للجزء الاول وهي كلمه present. present يعني مضارع. present يعني مضارع. طب يا ترى بقى الفيرب تو بي في المضارع بتتكون من ايه؟ am او is او are. برافو. يبقى عشان كده البريزنت كونتينيوس تتكون من ايه؟ am او is او are اللي هي فيرب تو بي. وايه معاها بقى بعدها؟ فيرب بلس اي ان جي. فيرب بلس اي ان جي. برافو. يعني انا لو قلت بقى دلوقتي they writing now معناها ايه الجمله؟ هم بيكتبوا دلوقتي. يس يبقى هم بيكتبوا ايه دلوقتي؟ لو قلت I am reading now معناها ايه؟ هي بتطبخ دلوقتي. برافو اكسلنت. طيب تعالوا بقى نقول ايه اول اخر احلى مفاتيح. يبقى ايه المفاتيح؟ اول مفتاح من هي كلمه ايه؟ ناو. ايه كمان؟ at the moment. today. برافو. today. at present في الوقت look. الحاضر. ها ايه كمان؟ look. listen. next. watch out. لا next ما تنفعش. ما تنفعش next. watch out اي حاجه يقول لك اوعى حاسب يبقى am is are verb plus energy. يا علي يا رب يكون انت معانا مش انت اللي نايم يا لا والله انا صح. تمام يبقى اي ما اقول لك حاسب اوعى بص اسمع continuing verb بيحصل دلوقتي. تمام watch out معناها احترس حاسب. the car is coming اوعى ده العربيه جايه. look they are speaking بص كده هم بيتكلموا يعني. listen لا next ما تنفعش next دي future. طب this year no this يعني past هناخدها في الباست دلوقتي. this okay look they are arguing بص كده هناك بيتخانقوا. listen they are singing دول بيغنوا. يبقى معنى كده ان الفيرب بيحصل امتى؟ now دلوقتي. يبقى am is are verb plus energy. am is are verb plus energy. صعبة؟ am is are plus energy. excellent. طيب تعالوا بقى نشوف الجملة في النيجاتيف. هنحط لها ايه بقى النيجاتيف دي بقى؟ يعني أنا عايز أسمع هم. Don't. آخر كلام؟ لا isn't أو aren't. هستخدم النوت بعد الأم والإز والآر.
تبقى البطلة فيرب دي موجودة وأجيب لهم فعل مساعد ما يصحش. عندي أم وإز وآر هي تشيل النوت وهي اللي تسأل، هي اللي تشيل النوت وهي اللي إيه؟ تسأل. اللي تسأل. isn't aren't amit isn't aren't. ركز معايا علي. بعدها الفيرب بلس اي ان جي. ان جي. تمام؟ يعني انا لو خدت الجمله اللطيفه الظريفه اللي فوق دي وحولتها في النيجاتيف هقول زي aren't they aren't writing now. writing now. very good. صعبة؟ لا. طب قولوا لي بقى يا شباب لو عايز يعمل كويستشن هيستخدم مين برضو؟ انا وازهر. برافو، اكسلنت. از او ار طبعا لانه مش هيسأل نفسه. بعدين السبجكت بعدها الفيرب بلس ان جي. بس خد بالك وانت سايق ما تبقاش رايق. يعني ايه؟ الـ are you في السؤال بتسألك أنت، بتسألك أنت، يبقى أنا لما أجي أجاوب أقول إيه؟ I am. بقول إيه؟ I am. I am. I am. يبقى are you في الـ question تتحاول تبقى إيه في الـ answer؟ I am. I am. Are you في الـ question تتحاول تبقى إيه في الـ answer؟ I am. نرجع 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 الناحية التانية. I am في الـ answer تبقى إيه في الـ question؟ Are you? I. Excellent. Are you perfect? مين اللي قال are you الأول؟ ماشي يا عمو. ماشي يا جنجوم. تاني تاني. يبقى I am في الانسر تبقى في الكويستشن. You. Are you? Are you? صعبة؟ لا. طب لو أنا عايز أسأل what مثلاً أقول what are you doing? What are you doing? تمام؟ الفرق بس ما بين السؤال اللي بالاسم والنو، السؤال اللي بالأداة الاستفهام واتس وير وين الكلام ده، ان الثانيه بتكون اجابتها جمله كامله وما تبقاش يس ونو بعدين اعمل كروس. تعالوا نشوف بقى الـ present perfect tense أو زمن المضارع التام. هو طبعاً سهل، يعني الـ present perfect سهل جداً إن شاء الله، والـ present perfect continuous فيما بينهم بعض يعني حاجة بسيطة جداً أو فرق بسيط أوي. نشوف الأول الـ present perfect. الجملة بتبدأ excellent. برافو يا هوجر. طب قولوا لي بقى استخدامه إيه؟ وزيرو بلس البي بي. برافو، excellent، super girl. قولوا لي بقى إمتى استخدمه؟ رغم ان هو مش لما الحصه تطلع ندخل تاني على نفس اللينك. رغم ان هو عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت يكتب اسمك واسمه. دي حصه انجلش زون كان صف ثاني صح؟ مظبوط. تمام. present perfect على الرغم ان هو اسمه present الا ان هو بيعمل لي ريفير لفيرب في الباست، بيشرح لي حاجه حصلت في الايه؟ في الباست. تمام؟ طب امال ايه الفرق يا تيتشر؟ يعني انا امتى استخدمه طالما هو زي الباست يعني؟ تعالوا نشوف. اول استخدام when I talk about an action which started in the past but it didn't finish yet. بتكلم عن action started بدا في الماضي والكلمات بتاعتها ال always وال often لا أنا هنقول الكلمات دلوقتي بس ركز. started but didn't finish. started but didn't finish. أو إنه يكون started and finished بس إيه يا تيتشر؟ بس حصل وانتهى ولكن ليه شوية effects لسه ليه شوية آثار. يعني إيه؟ طلعت الشجرة رجل انكسرت وقفت رجل انكسرت. قعدت اذاكر ايدي وجعتني. يبقى حاجه ليها ايه؟ افكت. حاجه ليها ايه؟ افكت. يس. برافو. مين اللي قال اكسبيرينس؟ ماشي. يبقى اهم حاجه واهم استخدام when I talk about experience
لما اكون بتكلم عن experience يعني تجربة حصلت خبرة اكتسبتها بستخدم ال experience او بستخدم ال present perfect. ال present perfect بقى او تكوينه زي ما هاجر قالت بالظبط. ببدأ بال subject have or has وال verb plus ال subject have او has وبعدها انت هاف وانت هاز هاف للجمع وهاز للمفرد. لما بيجي الشيء والمفرد ازاي هاف الهي والشيء والات هاز هاز بيرفكت. طيب as example I have played football here for 3 years. يعني أنا اشتغلت هنا لمدة 3 سنوات. صعبة؟ لا مش البيبي بتاعي. لا النيجاتيف بعمل فيها إيه؟ أحط النقطة فين يا شباب؟ infinitive haven't أو hasn't. في haven't subject subject not infinitive haven't أو hasn't plus the plus the verb have haven't أو hasn't. وبعدهم الإيه؟ البيبي. طب لو question مين او مين هبو هاس برضو امس هبو هاس البيبي يعني دايما في البريزنت او في المضارع التام الباب يجي في الايه في البيبي الكلمات البيبي ودي اهم حاجه هي دي المفاتيح اللي هتجيلي بكره وهختار على اساسها سنتفور. Bravo. Already. Just. Four. Four. Since or four. Since. Bravo. Never ever. Never four. Ever. Yes. Usually. Usually. Never. Ever. Never. Usually. Never. Tani. Yes. Just already. Just already. Ever never. Just ever ready. Never. Ever never. Since or four. واليت الوحدة صعبة؟ نو يا مستر. أما إيه تتشر الفرق بقى ما بين الـ present perfect العادي والـ present perfect continuous؟ يعني معناها إيه؟ كل الفرق إن ما بينهم الاثنين إن الـ present perfect ممكن يكون الفعل انتهى وليه effects، لكن التاني الفعل بدأ من زمان ولسه شغال. لسه إيه؟ شغال. يلا بينا بقى نعمل إيه؟ هو عمل لي ميكس ما بين 3 حاجات. إيه هما يا تتشر؟ أول حاجة الـ present، تاني حاجة الـ perfect، تالت حاجة الـ continuous. صح ولا لأ؟ صح. تعالوا بقى ناخد من كل واحدة حاجة. أول حاجة نبدأ جملتي بمين؟ بالسبب. ناخد بالسبب. تمام؟ الـ present perfect دي كانت هاب وهاز والبي بي. أنا هاخد هاب وهاز بس. هاب وهاز بي بي. هاخد عارف وعارف بس. تمام؟ الكونتينينز دي البي بي هي الفيرب تو بي مع الاي ان جي صح؟ فناخد بقى البي بي دي في البي بي فيرب تو بي في البي بي يعني مين؟ ومعاهم الفيرب بلس الاي ان جي. يعني الفرق ايه؟ الفرق ايه؟ ما بين البريزنت بيرفكت بس والبريزنت بيرفكت كونتينينز ان البريزنت بيرفكت بعد الهاب والهاز البي بي الفعل في البي بي في الماضي، لكن في الكونتينينز بين عندي كلمة بين وعندي الفعل في الاي ان جي. تاني الفرق ما بين البريزنت بيرفكت العادي والبريزنت بيرفكت كونتينيوز ان البريزنت بيرفكت العادي بعد الهاف والهاز بي بي، اما البريزنت بيرفكت كونتينيوز بعد الهاف والهاز كلمة بين وبعدين الفيرب بلس اي ان جي. دي بتقول ان الاكشن خلص، اما دي بتقول ان الاكشن لسه مستمر. وهنلاقي جملة بتقول فيها يعني بيدينا جملة دايما كده سبورت اكسترا فيها بيقول ايه؟ بيقول مثلا ان الاكشن لسه شغال، كلمه ستيل، كلمه اول، اي كلمه تدل على ان الاكشن ده بدا بس لسه ايه؟ ما خلص. خلاص خلاص. زي ايه مثلا؟ تعالوا نشوف كده جمله. شي ميس او لاست كمان. لا لاست لا ما لناش علاقه. شي هاف بين يا مس. تيتشر يعني اسم، اسم كونتينوس يعني مستمر. بالظبط، يعني الفعل بدأ ولسه ما انتهاش. لو اللينك اتوصل هندخل على نفس اللينك مره كمان. اوكي تمام. اوكي. He has been cleaning her room since
6 o'clock. معنى الجملة ايه؟ ان هي بتنظف الأوضة من الساعة 6. طب الساعة دلوقتي كام؟ 7. فدي خلصت؟ لا. ده didn't finish it. تمام؟ الساعة 8. لكن لو انا كنت قلت يا شباب she has cleaned her room since 6 o'clock فده معناه ان هي بدأت تنظف الأوضة الساعة 6 وخلصت. صعبة؟ لا تمام. عرفنا الفرق ما بين الاثنين؟ طب لو انا عايز استخدم النقطة بقى هنا هحط النقطة بعد مين؟ زي الثانية بالظبط بعد الـ have و has. subject haven't أو hasn't been والـ verb plus ing. صعبة؟ الأهم الكلمات الدالة، أهم الكلمات الدالة هي سينس وفور. سينس وفور بس يا تيتشر. سينس وفور بتحطه في النص. مس هي سينس وفور.